وانطلقت الآن أفراس المسترد في الشوط الثالث على جائزة محمد بن رشيد بن قماع يرحمه الله من أهل الرياض وحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراء. هذا الشوط على مسافة 1600 متر، قيمة الجائزة 36,000 ريال لأفراس المسترد عمره 3 سنوات فأكثر التي لم تكسب في السعودية، والمركز الأول الآن من الخارج في هذا الشوط. الآن لاحظ بنت الشط من الخارج في المركز الأول ومتابعة السبوق، المرشحة الأولى الآن تتصدر السبوق في هذه الأثناء بطول كامل عن بنت الشط صاحبة المركز الثاني، فيما جاهدة تحاول جاهدة أن تتقدم للمركز الثاني وهي في المركز الثالث. والصدارة الآن للسبوق في المركز الأول بقيادة الخيال جوان نوريغا، ومتابعة أيضا جاهدة من الخارج في المركز الثاني بالإضافة إلى متابعة بنت الشط في المركز الثالث. والمسافة 1600 متر في هذا الشوط، متابعة أيضا فاتنة الغيد من الخارج والسبوق متصدرة في هذا الشوط السبوق المركز الأول، متابعة من بقية الجهات في هذا الشوط راب من الداخل، محاولات من خيالي أحمد الشاي أيضا والسبوق في المركز الأول. الآن فاتنة الغيد من الخارج تحاول أن تتقدم على السبوق في هذا الشوط والمركز الأول للسبوق، فاتنة الغيد للمركز الأول تتقدم الآن بقيادة الخيال خالد رويشد، فاتنة الغيد إذن للمركز الأول في الشوط الثالث. ألف مبروك.